تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الأعزاء، أحب أني أرحب بفريق عملي المبدع اليوم في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر صبحك الله بالخير والنور والعافية، والإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق المبدع دائما الأستاذ أيمن سرحيل صباح الخير، وأنا محدثكم من أمام الميكروفون عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، وأحب أني أيضا أذكركم بأرقام التواصل معنا خلال الساعة. مواضيعنا مثل ما تعرفون دائما مهمة، ومواضيعنا حيوية، ومواضيعنا تهم صحتكم وسعادتكم. تواصلوا معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء دائما عودناكم أن نحن أول فقرة من فقرات برنامجنا فقرة السوشيال ميديا، وبتكون معنا أختنا الفاضلة أسماء الجناحي، وبندردش معاها في السوشيال ميديا. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييك أختي أسماء، نحن طبعا يعني ننتظر تواصلنا معك، ننتظر رسائلك الإيجابية كل يوم. الله يحفظك أخوي. نحن بس ناخذ جولة من الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. وايد وردتنا استفسارات، يحتاجون إرشادات لتعقيم المنازل، فنحن خصصنا نشرة خاصة في قنوات التواصل الاجتماعي تابعة لهيئة الصحة اللي هي فيسبوك وإنستغرام وتويتر، نتكلم فيه عن إرشادات الصحيحة لتعقيم المنازل، وش الأشياء لازم تستخدمونها، وش المواد، وين الأماكن المهم إن الواحد يستخدمها. حتى دائما يسألونا شو نسبة المحلول اللي لازم يحتوي على الكحول، وكم النسبة وكم هذا، أيضا هاي المعلومات موجودة في نشرة خاصة عن تعقيم المنازل. أيضا يعني الوقت ما زال هو يتصدر الترند، ونحن ندعو الجميع أن يعني يلتزمون بالإرشادات الصحية اللي تصدرها الجهات الصحية، وأيضا كل الجهات اللي تشتغل في موضوع كورونا، يعني تعاون الإنسان والحفاظ على التباعد الجسدي راح يساعد في ان نحن نتصدى لهذا الفيروس. هذا عمل الجميع، ويعني الجميع له دور في ان نحن نتصدى لهذا الفيروس. نعم. ايضا من ضمن الاشياء اللي حطيناها امس، دائما يسالوننا انتم كيف تجهزون الغرف، يعني او المباني الخاصه بالعزل، فنحن عندنا يعني حطينا أمس فيديو يتكلم عن غرف العزل الصحي، وشو هي غرفة العزل الصحي، وشو الفرق بينها وبين الغرف العادية. هاي أيضا موجودة في شرح تفصيلي، هو آخر بوست حطيناه لو أنهم يحبون يشوفونه، يتكلم بالتفصيل عن الأشياء الجديدة في هيئة الصحة في الغرف والأمور الثانية. ايضا نحن من ضمن الاستفسارات اللي كانت توصلنا استفسارات يعني عن موضوع تطعيم الاطفال وغيره. نحن قلت لهم انه ممكن يعني انه ما يهملون تطعيم اطفالهم، لكن جميع مراكزنا هناك باب مخصص لعيادات الاطفال، يدخلون من باب مخصص لعيادات الاطفال. وهي كانت يعني شيء من المعلومات اللي حطيناها، ودمتم بصحه وسعاده. دمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك وشكرا على المعلومات الطيبة. مستمعينا الأعزاء، مثل ما تفضلت الأخت أسماء الجناحي بأن
هناك الكثير من العمليات والإجراءات الاحترازية والوقائية خلال هاي الأيام للتصدي لفيروس كورونا ولتقليل انتشار العدوى بين أفراد المجتمع. فضروري جدا مستمعينا الأعزاء من الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترة هاي. وطبعا هيئة الصحة بدبي عندهم الكثير من البرامج التوعوية، هناك الكثير من المنشورات اللي يعني تثقف أفراد المجتمع في أمور كثيرة جدا تخص موضوع الكورونا فيروس. مستمعينا الأعزاء، ناخذ فقرتنا الثانية مثل ما عودناكم كل يوم. هناك فترة مهمة جدا في البرنامج اللي هي فقرة التوعية، وفقرة التوعية أيضا مهمة تتكلم عن أمور كثيرة لها علاقة بموضوع الوقاية، ولها علاقة أيضا بموضوع تقوية المناعة عندنا نحن خلال هالفترة. فنحن خلال الحلقات السابقة تكلمنا عن الأغذية اللي ترفع المناعة ونمط الحياة والعوامل اللي تقلل المناعة. أمس تكلمنا أيضا عن موضوع حيوي، إن كيف نحن نستفيد من الوضع الحالي أو الظروف الحالية بحيث إن نستفيد من ساعاتنا في وجودنا في البيت، كيف الأساليب الحديثة والأساليب المقوية والمشجعة اللي نقدر فيها نمارس فيها أمور كثيرة أثناء وجودنا في البيت. اليوم حديثنا بيكون مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سامة المطيري، وبتتكلم معانا عن موضوع كثير الحقيقة شيق، يعني هو شرب منقوع لبان الذكر في تقوية المناعة وفوائده في الأيام الحالية لتقوية المناعة. فمستمعينا الأعزاء، بس نحتاج نطلع وياكم فاصل، بتكون معانا أخصائية التغذية، فخلكم ويانا يعني إن شاء الله فاصل قصير وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم، سهلا رجعنا لكم مرة ثانية، وأرحب بكل من تواصل معنا، وأحب أني أيضا أذكركم بأرقام التواصل معنا على 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نطلع الفاصل تحدثنا معاكم كمقدمة للموضوع اللي بنتكلم عنه اليوم اللي هي فقرة التوعية، ومعنا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سامة المطيري. صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير أخي عبد الله، يسعد لي صباحك وصباح المستمعين، والله يحفظنا ويحفظ بلادنا وشعبنا وأهلنا ويرفع عنا البلاء، وأتمنى الكل يلتزم، ما راح نكون بخير إلا بالالتزام، فخليك في بيتك. نعم أستاذة سامة المطيري، نحن تكلمنا في أكثر من حلقة وركزنا خلال الأسبوع عن التغذية والبرنامج الغذائي اللي يزيد مناعة الإنسان، ونحن مثل ما تعرفين خلال الفترة هاي محتاجين بأن تكون مناعة الجسم قوية. اليوم موضوعنا معاك شيق، وبتتكلمين معانا أيضا في شيء يزيد تقوية المناعة في الجسم اللي هو شرب اللبان، فنحن صراحة يعني متشوقين نسمع المعلومات الجميلة هاي منك أستاذة سامة. صحيح أستاذ عبد الله، مثل ما أنتم عارفين نحن نمر حاليا بأزمة صحية، وإن شاء الله فترة وتعدي، ولكن في ظل هالظروف نحتاج إن احنا نقوي مناعتنا من الأمراض الفيروسات، والله يحفظنا ويبعدنا عنها. واليوم مثل ما ذكرت أخوي عبد الله راح أتكلم عن فوائد لبان الذكر، وفائدة عديدة. وقبل لا أدخل وأتطرق للموضوع كالعادة، راح أعرف شنو هو اللبان وأماكن تواجده وطرق استخدامه، وبعدها راح أتكلم عن فوائد اللبان. نعم. طبعا الأغلب سمع عن اللبان الذكر، يمكن بعضكم لا. اللبان الذكر أو اللبان البيضوي أو الشحري أو الكندري أو اللبان المر، فهو له كميات عديدة، وهو عبارة عن سم يتم استخراجه من بعض الأشجار، وهو مادة طبيعية لا تحتوي على أي سعرات حرارية ولكنها عالية بالقيمة الغذائية، ويحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والزيوت الطيارة، ويمكن تناوله بمضغه كاللبان أو من خلال نقعه بالماء وشرب منقوعه. نعم. وتزرع أشجار اللبان بكثرة في الدول العربية، وأشهرها اليمن وعمان وبلاد شبه الجزيرة العربية وبعض دول شمال أفريقيا، ولكن أجود أنواع اللبان العماني واليمني، وتقاس جودة اللبان باللون النقي الأبيض المشوب بزرقة والخالي من الشوائب، وطبعا ترتفع ثمنه حسب جودته، وتقل الجودة كلما تغير إلى اللون الأحمر.
نعم وفي عبد الله هناك 4 أنواع من اللبان، وهي تقسم على الأفضلية والجودة، وأجودها الذي يسمى الحوجري، ويأتي بعده النجدي، ثم يليه الشذري، والرابع والأقل جودة هو الشعبي أو السهلي، وهو المتوافر حاليا. نعم واختلفت طرق استخدام أخوي عبد الله، في أغلبية يستخدمه كنوع من أنواع البخور، فهو مطهر ومعقم للجو وطارد للروائح الكريهة، ويتم مضغه أو شربه منقوع اللبان أو استخدامه منقوع في أمور جمالية. وفوائده عديدة، ويعتبر اللبان مطهر عام لأعضاء الجسم الداخلية والخارجية، وهو مقوي لجهاز المناعة، إذ أنه يزيد من مكافحة الجسم ومقاومته ضد الأمراض لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وكذلك فهو معقم للحروق ويسرع في التئام الجروح. نعم أستاذة سامة، لو بس نتكلم شوية في موضوع آلية يعني التنقيع، كيف وكم كمية الماء مثلا وكمية اللبان على أساس أني أنا مثلا أنقع اللبان هذا في الماء وعقب أستفيد منه كشرب يعني؟ هو على حسب، هو يفضل أن يكون ملعقة واحدة من اللبان مع كوب ماء، ويتم نقعه على الأقل 12 ساعة، نعم وشربه على الريق الصبح. ممتاز جميل. وأيضا هو مهدئ طبيعي للأعصاب، فهو يعالج حالات القلق والتوتر والإجهاد العصبي، ويفتح ممرات التنفس، ويساعد على الاسترخاء بسبب احتوائه على فيتامين بي 12، وأيضا يحتوي على نسبة عالية من الكورتيزون الطبيعي، مما يجعله مضادا فعالا لشتى أنواع الالتهابات دون أن يحدث آثار جانبية مثل الكورتيزون الصناعي اللي متوافر في الأدوية. نعم وأيضا يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويعمل على تنقية الدم، ولكن لا يجب تناوله من قبل مرضى قصور الكلى. ويعتبر اللبان حل لكثير من مشاكل الجهاز التنفسي، لأنه يعالج من السعال والزكام، ويهدي من أعراض مرض الربو، ويخلصك من الكحة المستمرة. لافتا إلى أن استخدام المنقوع كمضمضة يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، ويعالج الالتهابات الحلق، حيث أنه يقوم بالقضاء على البكتيريا، وبسبب احتوائه على مجموعة من الزيوت الطيارة، أثبتت الأبحاث والتجارب أن تناول منقوع اللبان يخلصك من مشاكل التعرق الزائد، ويخلصك من الرائحة الكريهة. نعم تناول أستاذ سامة، بس عندنا مداخلة، كم مرة ممكن يعني ناخذ شراب اللبان في اليوم؟ هو من مرة لمرتين يعني، ولكن يفضل على الريق. نعم يفضل على الريق يعني. هنا يفضل على معدة خالية على الريق. ممتاز. وطبعا تناول كوب من منقوع اللبان يساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم، ويعمل أيضا على تخفيض نسبة السكر في الدم. ومن الناحية الجمالية، ولكل من يهتم بجمال البشرة، فمنقوع اللبان يقلل من ظهور علامات الشيخوخة وتجاعيد الوجه، حيث يعمل على زيادة حيوية البشرة، لأنه يعد كولاجين طبيعي. طبعا الكل راح يسأل كيف راح نستخدمه بالطريقة، يعني ك للجمال. من الناحية الجمالية. أيوة، هو يعتبر نعم كمثلا منقوع اللبان اللي هو الماء اللي راح ناخذه من اللبان اللي نقعناه، نعم ويعتبر ونستخدمه كرش على البشرة. يعني ممكن ينشرب وفي نفس الوقت ممكن يعني ينرش على الوجه. بالضبط، نعم مع الاستمرارية راح تلاحظون الفرق. يعني له فوائد كثير أستاذ سامي اللبان، وفقط طبعا يعني له شراب، فوائد فممكن مقتنعة الواحد جدا. يستفيد منه في أشياء كثيرة. ونحن أيضا يعني خلال الحلقات السابقة تكلمنا عن الأكل اللي يزيد المناعة ونمط الحياة اللي أيضا يعني يزيد مناعة الجسم، واليوم مع موضوع اللبان. فمستمعينا الأعزاء، هاي الأمور كثير مهمة مثل ما ذكرت اختي سامة، أن يعني اللبان يساعد على يعني الصحة العامة، وأيضا مثل ما تفضلتي تحسين الجهاز التنفسي. أكيد نعم له فوائد عديدة، ولا تقصر على اللي ذكرته طبعا، ولكن لضيق الوقت أنا تطرقت للأهم والأشياء اللي راح تخص المناعة وتخص الجهاز التنفسي، بما أن نحن في أزمة صحية حاليا. نعم أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سامي المطيري، شكرا لك وشكرا على المعلومات الجميلة. يعطيك العافية أخي عبد الله. الله يعافيك. مستمعينا الأعزاء، بنطلع معاكم فاصل، وبعد الفاصل بنستضيف الدكتورة سلوى السويدي، استشارية طب المسنين ومديرة مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا الحديث عن خدمات هيئة الصحة بدبي لكبار المواطنين. فاصل قصير إن شاء الله، خلكم معنا وراجعين.
صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. وأحب أيضا أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعينا الأعزاء، أيضا يعني من الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي خدمات مميزة وخدمات أيضا، تكلمنا عن طبيب لكل مواطن بالأمس وسلطنا الضوء على كيف الواحد يستفيد من الخدمات هاي وهو موجود في البيت، وأيضا برنامج ودوائي اللي ممكن توصل أدوية لك وانت موجود في بيتك. اليوم حديثنا أيضا مميز وحديث يعني مس فئة مهمة جدا في المجتمع، حديثنا عن خدمات هيئة الصحة بدبي لكبار المواطنين وعن كيفية الاهتمام بهم في زمن الكورونا فيروس. بتكون معنا الدكتورة سلوى السويدي، استشارية طب المسنين ومديرة مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي. دكتورة سلوى، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح النور، يا هلا. الله يحييك. اهلا وسهلا، هلا عبد الله. الله يحييك دكتوره. نحن طبعا يعني كل الشكر والتقدير لكم على الخدمات المميزه اللي تقدمها هيئه الصحه بدبي بشكل عام. شكرا لكم طبعا. نعم، شكرا لكم على يعني خدمات المركز، مركز سعادة كبار المواطنين. أيضا دكتورة يعني اختياركم للاسم يعني اسم جميل واسم يعني يعطي الإيجابية والسعادة. دكتورة سلوى، نحن نحب بس تعطينا نبذة عن الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لكبار المواطنين. دائما هيئة الصحة دبي تحرص على سلامة هاي الفئة من المتعاملين، وبالأخص في الوقت الحالي يعني للحرص على سلامتهم خلال أزمة الكورونا فيروس. طبعا أولا اسم المركز عبد الله، احنا غيرنا اسم المركز بغرض ان احنا نضفي إيحاء إيجابي عن هذا المركز ونشجع كبار المواطنين من الجمهور انهم يلتحقون بالمركز، لان احنا شايفين وجود كبار المواطنين معانا كمراجعين خارجيين هذا الشيء ينعكس ايجابا على صحتهم ويسبب لهم او يعني النتيجة الايجابيه تكون سعادتهم، والحمد لله كان عندنا نتائج جدا طيبه في رضا وسعاده وثقه المتعاملين وصلت الى 100% في بعض السنوات. مركز سعاده كبار المواطنين طبعا حاليا شوي زعلانين لان شو بما قاموا عيوننا، وهذا الشيء لسلامتهم ولصحتهم. طلبنا منهم، عندنا طبعا نوعين من المرضى بس للمشاهدين المستمعين علشان يعرفون، احنا عندنا المرضى المقيمين في المركز اقامه دائمه ممن تنطبق عليهم شروط الاقامه واللي هي اهمها انه ما يكون عندهم اقارب من الدرجه الاولى. فحاليا عندنا 19 مسن ومسنه مقيمين في المركز، وطبعا ياسين نطبق كل معايير الصحة والسلامة والوقاية والتعقيم، وقللنا الزيارات وفصلنا المرضى أصلا، يعني قبل أزمة الكورونا كان عندنا مريضين في غرفة، حاليا عندنا كل مريض في غرفة ونشيك لهم طبعا يعني المؤشرات الحيوية بشكل يومي، والحمد لله رب العالمين حافظنهم وأمورهم طيبة. أنا دوم أقول الشباب الله حافظنهم. هذا بالنسبة للمرضى المقيمين عندنا في المركز. المراجعين الخارجيين اللي هم أفراد المجتمع كبار المواطنين حاليا كانوا يجون المركز علشان العلاج الطبيعي والسوشيال اكتيفيتيز أو الأنشطة الاجتماعية، حاليا لسلامتهم طلبنا منهم أنهم يكونون في بيوتهم، وإن شاء الله يعني هالأزمة ما تطول وايد، يعني بظرف إن شاء الله أسبوعين يرجعون للمركز علشان نضمن أنهم في بيوتهم لكنهم يحصلون كافة الخدمات اللي كانوا يحصلونها بدون ما ينقص عليهم شيء. في برنامج الزيارات المنزلية للحالات اللي فعلا تحتاج زيارة، وتتم زيارة من قبل أطباء متخصصين في طب المسنين، وتقتصر الزيارة على العدد الأقل من الاستاف أو الموظفين علشان يعني تجنبا أن احنا نعرض الشخص المسن لوجود ناس يعني من برا المنزل دخلوا عليه، وفي نفس الوقت نتأكد أن الموظفين لابسين فل بي بي اي مثل ما احنا نقول اللي هي الجاون أو يعني ملابس الوقاية، الجلافز والقفازات والكمام والأمور هاي كلها.
ويتم التخلص منها immediately بعد ما يطلعون من بيت المسن. في طبعا هيئة الصحة توفر أو توصل حتى المكملات الغذائية. أنت عارف عندنا عدد كبير من المرضى في بيوتهم اللي هم طريحين الفراش، نعم، وعندهم tube feeding أو يعني تغذية عن طريق الأنابيب، يعني مع أنابيب الأنف أو أنبوب المعدة، وهذول المرضى يحتاجون مكملات غذائية عبارة عن مثل الحليب أو مكمل غذائي معين. بعد هيئة الصحة توفر أو توصل هذه المكملات الغذائية لهم في بيوتهم، مثل ما أنت ذكرت في خدمة دوائي، وطبعا حتى الحين يعني مؤخرا هيئة الصحة وفرت الأدوية لكبار المواطنين لمدة 3 شهور، بحيث أن احنا نقلل من وجودهم في المركز الصحي أو في المستشفى. نعم. نحاول على قد ما نقدر أن ما يجينا شخص إلا لو فعلا فعلا هو محتاج، أو يعني ظروفه وايد، أو يعني حالته الصحية ما تسمح أنه هو يكون في البيت. نعم. وفي طبعا مثل ما تفضلت وقلت خدمة الطبيب لك المواطن، هاي ممكن أي حد ينزل الابليكيشن ويتواصل مع الطبيب لو كان مثلا كبار المواطنين ناقصهم دواء أو يبون يسوون تحاليل معينة. فالأمور كلها نوعا ما. وفي طبعا العيادات، بالنسبة للعيادات لأن قلنا لكبار المواطنين ما يكونون أو يعني ما يتوجهون للمركز الصحي، المتابعة تتم عن طريق المتابعة الهاتفية بشكل يومي، نتأكد أن المسن هذا زين، أموره طيبة، مو بناقص الندوة، لو في أي شيء ناقص نكتبه ونسجله عن طريق نظام دوائي علشان يوصل الدواء في البيت. نعم. دكتورة سلوى، يعني خلال حديثك الحقيقة يعني البرنامج اللي يقدم لفئة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي، لاحظنا أنه لا يختصر فقط على برنامج علاجي، وإنما هو برنامج متكامل، يعني برنامج طبعا علاجي، برنامج نفسي، برنامج طبعا معنوي. وأيضا يعني أنا من خلال متابعتي للأمور قبل يومين، أنت شخصيا دكتورة كنتي تتواصلين بالاتصال، يوميا نعم تتواصلين يعني شخصيا مع المرضى، وهذا الحقيقة له يعني بعد كبير جدا، ويزرع تعرفين ثقة كبيرة جدا بين أفراد المجتمع وبين الطاقم الطبي، أو بين أفراد المجتمع وبين المؤسسات الطبية، هناك ثقة كبيرة تكون، وأيضا تضيف هناك نوع من الاستمرارية في العلاج. يعني لا يعتبر أن الموضوع يعني الفترة الحالية نحن في أزمة معناته أن ننقطع عن خدماتنا، بالعكس الهيئة وفرت يعني برامج كثيرة بأن الطبيب نفسه يتصل في المريض ويعطي الاطمئنينة ويطمن عليه ويشوف إذا يحتاج أي شيء. دكتورة لو نتحدث عن هذا الجانب شوية بالتفصيل. هاي خدمة مميزة عبدالله، لأن احنا في دولة الإمارات أصلا كبار المواطنين يعني مثل ما أقول لك نحطهم تاج على رأسنا، وهذا مش بس احنا، هذا من قيادتنا العليا، من شيوخنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما شاء الله. أنا دوم أقول يعني اختيار لمسمى كبار المواطنين اختيار عبقري. نعم. ما شاء الله عليه يعني الشيخ محمد، لما كنا يعني أنا شفت تأثير الكلمة المسمى خلال يوم واحد. يعني قبل لما كنت مثلا أقول للمسن أبوي أنت من 60 سنة نقول عنك من كبار السن، كانوا الناس يزعلون. نعم. تعرف يعني يقولون لا شو يعني كبار السن أو شواب. مجرد ما يعني أصدر صاحب السمو الشيخ محمد قرار تغيير المسمى من كبار السن إلى كبار المواطنين، ما تتخيل الإيجابية اللي في المسمى بحد ذاتها. صاروا الناس بالعكس يعني يتريون انهم وصلون 60 عشان يقولون احنا من كبار المواطنين، عشان يحصلون الامتيازات والبريفليج وفخامه الاسم بحد ذاته يعني. طبعا انت ذكرت احنا لما في طب المسنين المفروض انا كطبيبه مسنين مو المفروض ان انا اشوف المشكله الجسديه اللي يعاني منها المسن. طب المسنين هو عباره عن هوليستيك ابروتش او طب شمولي. المفروض ان انا كطبيبة مسن اكون عارفة المشكلة اللي جاي فيها المسن، ظروفه الاجتماعية، حالته النفسية، هل عنده اكتئاب، هل عنده خرف، شو ظروفه في البيت، منو ساكن وياه، شو الانفايرمنت اللي هو ساكن فيها، هل بيته سيف بالنسبة له، امن بالنسبة له ولا لا. هذا الشيء يمكن اللي يخلي كبار المواطنين اللي يراجعونا يتعلقون بالمركز، لان علاقتنا فيهم يعني باي ديفولت او يعني اوتوماتيكلي تصير علاقة جدا جدا حميمة. يمكن احنا علمونا في كلية الطب اول ما تخرجنا ان انت لما تستوي طبيب دكتور حاول انك تفصل نفسك شوية عن مرضاك، ما تكون وايد قريب منهم، ما تعطيهم رقم تليفونك. هالامور في مع المسنين ما نو وين ان احنا نسويها، يعني لان احنا we know everything about them، عارفين كل شيء عنهم، وهم نفس الشيء عارفين كل شيء عنا. انتوا بالعكس دكتورة، الاستمرارية نعم.
ايه موضوع الاستمرارية هذا بس موجود في مركزنا على فكرة، يعني أنا عندي كبار المواطنين يتابعون أو يراجعون معنا في هذا المركز من تاريخ افتتاح المركز من سنة 1993 بشكل يومي. هم ما يعتبرون نفسهم كاستمرز ولا أنهم يشوفون يعني هذا المركز مركز خدمة متعاملين، هم يشوفون هذا المكان بيتهم الثاني. فشيء طبيعي لما أنا عندي مسل أكثر من 20 سنة خلاص اتعود أنه هو المركز، نعم، ويتلقى الخدمات الموجودة في المركز ويعتبر موظفي المركز عياله، وأي شغلة يبغيها نوفر له إياها حتى لو ما كان ضمن نطاق تخصصنا، أو ما نقول هذا الجوب ديسكريبشن أو هذا الوصف الوظيفي مالي وهذا ما ينطبق علي، لا الله حق كل الموظفين يعني يتعاملون وياهم بكل حب، وكبار المواطنين حاسين بهذا الشيء. فهذا الشيء اللي مخلينا الحين في هالفترة، أنا ليش يعني في البداية قلت لك إحنا شوي زعلانين، لأن فعلا افتقدناهم، إحنا نعتبرهم فعلا هم آبائنا وأمهاتنا في نفس الوقت، عشان كذي إحنا نتواصل معاهم نتأكد إنه مو مقصرينهم شيء، إن أمورهم طيبة، ونحاول على قد ما نقدر إن إحنا نخليهم في بيتهم ونوفر لهم كل اللي هم يحتاجونه. صحيح. أيضا دكتورة، يعني هناك في توجه وفي اهتمام شخصي من القيادة العليا في طبعاً. هيئة الصحة بدبي من معالي حميد القطامي دائما، معالي يعني حميد القطامي يتواصل معهم شخصياً. نعم، في تواصل شخصياً. شخصي معه وفي زيارات يعني مستمرة للمركز، وهذا طبعاً. أيضا يعطيكم أنتو دافع كبير، ويعطيكم أكيد. أيضا مسؤولية للاهتمام بهاي الفئة، لأن هاي مثل ما أكيد. ذكرنا نحن دكتورة في البداية أن مصطلح تغيير المسمى من كبار السن إلى كبار المواطنين من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، هذا الحقيقة فخر، وهذا أيضا يعني كبار هم يعتبرون عند صاحب السمو الشيخ محمد كبار في الخير وكبار في العطاء وكبار في الخدمة. فطبعا هاي الرؤية أخذت من القيادة العليا في هيئة الصحة في دبي، وتم يعني تجربتها على أرض الواقع اللي نحن نشوفها اليوم دكتورة، في يعني طبعاً. الأسلوب والنظام اللي أنتم تتبعونه في إدارة حالة كل إنسان يعني موجود في هذا المركز. طبعاً طبعاً عبد الله، أنا سوري معالي حميد القطامي قريب جداً من المركز، الشواب اللي عندي عندهم رقم تليفونه الشخصي موبايله ويكلمونه، ومرات مثلا يجوني المكتب ان اتصلي في القطامي، اقول لهم ابوي هذا مدير عام مشغول، لا اتصلي بكلمه، ولما نتصل ما شاء الله عليه يرد ويسمع، ويعني وباله طويل ويسال عنهم بالاسم، لدرجه يعني كلمه حق تنقال في مره من المرات لما جانا المركز وسال عن مسنه وعرف انها مرقده في مستشفى دبي، قال لي سلوى تعالي روح مستشفى دبي نزورها، وفعلا خليت شغلي ورحت معاهم مستشفى دبي عشان يزورها ويطمن عليها. نعم، هذا الشيء فعلا يخليهم نعم. فعلا حاسين انهم يعني محل تقدير واعتزاز، وفخورين هم بوجودهم بهذا المركز. نعم نعم، عشان كذا الحين زعلانين انهم في بيوتهم، بس ان شاء الله تكون يعني ان شاء الله فتره بسيطه وتعدي يا رب. ان شاء الله بيرجعون، وان شاء الله يعني بيستفيدون من الخدمات اللي موجوده عندكم دكتوره، وانتم ما تقصرون. احنا يعني جهزنا لهم مشروع توسعه للمركز على اعلى المعايير، وجاهز المشروع اصلا للافتتاح، وكنا بانتظار معالي احمد القطامي انه يفتتحه، لكن صار موضوع الكورونا، فان شاء الله يعني العوده بالنسبه لهم بتكون افضل، والمركز يكون اكبر واحلى والخدمات تكون افضل. نعم دكتوره، طبعا نحن خلال الايام هناك الكثير يعني الحديث بأمور يعني أخذ بالاعتبار والاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية عن فيروس كورونا. طبعا مثل ما تحدثنا ومثل ما حدثتينا أنت دكتورة، فئة كبار المواطنين مهمين جدا للجميع، فكيف طبعاً. يمكن لأفراد الأسرة اليوم بأن يعني تضمن صحة كبار السن وحمايتهم خلال الفترة هاي في وجودهم في البيت؟ هاي شغلة وايد مهمة عبد الله. كبار المواطنين أغلبهم عندهم أمراض مزمنة، يعني أتكلم عن مرض السكري، مرض الضغط، أمراض القلب، ويتناولون عديد من الأدوية. وايد مهم في هذه الفترة أن الشخص اللي يكون مع المسن، سواء كان ممرض خاص أو حد من أهله، المهم يعني أي حد يرعى كبار المواطنين المفروض يكون عنده ثقافة أنه كيف يشيك السكر، كيف يشيك الضغط، كيف يعطي المسن أدويته بانتظام، لأن هاي أهم شغلة.
لأن الحين صارت الميديا أو يعني وسائل التواصل الاجتماعي تخوف كبار السن من كورونا وتقول لهم هذا المرض كأنه يستهدف كبار السن علشان يموتهم. للأسف هذه المسج اللي قاعد توصل لكبار المواطنين. وايد مهم إن إحنا نسيطر على الأمراض المزمنة اللي عندهم عن طريق المتابعة بشكل مستمر، وعن طريق إنهم ياخذون أدويتهم بشكل مستمر، ويكون عندهم ثقافة إن كيف ممكن يعني يقدمون لهم نوع من الرعاية التمريضية على الأقل الأشياء البيسك. فهذه الأشياء بعد نفس الشيء إحنا على تواصل مع الكير جيفرز أو رعاة كبار المواطنين في البيوت، ونفهمهم كيف يهتمون فيهم، خاصة المرضى مثلا يكونون طريحين الفراش، فكرة إنهم يتأكدون إن ما عندهم تقرحات سريرية، يغيرون البوزيشن مالهم كل ساعتين. المرضى اللي يمشون من المهم جدا إنهم ما يتمون طريحين الفراش، لأن المسن لما يلف الفراش، لأن إحنا عندنا مرات مجتمعنا لأنه وايد نحبهم نبغى نريحهم، نباهم جالسين وإحنا نخدمهم إحنا نسوي لهم كل شيء. لا بالعكس، هذا شيء مو بزين. لو كان المسن يقدر إنه هو يتحرك، خلي يقوم ويتحرك ويقضي احتياجاته بنفسه، يكون وايد أفضل. لأن وجود المسن في الفراش ممكن يخليه يفقد من 1% إلى 5% من كتلة العضلات. نعم صحيح. بس يوميا. صحيح. تخيل الويكنس أو الضعف اللي راح يصير عنده بعد فترة طويلة، وهذا شيء مو بعد فترة طويلة، حتى لو بعد أسبوع. هذا شيء إحنا شفناه لما المسن يدخل المستشفى ويتم طريح الفراش وما يقوم وما يتحرك، ممكن بعد أسبوع خلاص يفقد قدرته حتى على المشي. فإحنا هذا الشيء اللي كنا نسويه في المركز من خلال العلاج الطبيعي. هاي الشغلة أتمنى من الأهل إنهم يسوونها في البيت على شكل مشي، رياضة بسيطة، إضافة لغير موضوع الأمراض المزمنة والسيطرة عليها، موضوع التعقيم وايد مهم، غسل نعم اليدين وايد مهم، موضوع لبس الكمامات لو المسن راح يطلع، موضوع التباعد الجسدي وليس التباعد الاجتماعي. نعم يعني احنا ما نقول لهم ابتعدوا عنهم، لا، ابتعدوا عنهم جسديا مسافة متر على الأقل. وعاداتنا الاجتماعية الحلوة اللي هو ان احنا نحبهم على راسهم ونحبهم ونبوسهم، هاي في الفترة هذه مثل ما قال حتى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، نحاول ان احنا نقللها في هذه الفترة علشان نحميهم نعم ونفهمهم شو اللي صاير. نعم صحيح دكتورة. أيضا يعني لو نتحدث عن يعني البرنامج المتكامل اللي يقدمه مركز سعادة كبار المواطنين اليوم، ممكن الجانب النفسي مهم جدا، ضمان الصحة النفسية لكبار السن أمر يعني مهم جدا. كيف يعني من خلال برامجكم اللي تقدم يتم ضمان صحتهم البدنية؟ شو الذي يمكن أن يفعله اليوم يعني أفراد المجتمع لدعم الكبار المواطنين اللي موجودين في البيت لضمان استقرار الجانب النفسي لديهم؟ أوكي، وايد مهم الجانب النفسي، لأن مثل ما قلت لك الناس صارت كل واحد ما شاء الله صار يفتي وصار طبيب وصار يطرش فويس ويتكلم عن الكورونا حتى لو ما كان هذا مجال تخصصه، وفي العديد من كبار المواطنين اللي عندهم وسائل تواصل اجتماعي يسمعون. فوايد مهم ان احنا نتأكد ان الشخص يسمع المعلومة الصح، وان احنا نقول لهم المعلومات الإيجابية والأخبار الإيجابية، وما نذكر لهم ان هذا المرض فقط يصيب الشواب. يعني هاي المعلومة وايد وايد غلط، وايد غلط ان احنا نقول لهم اياها، لانهم راح يدخلون بحالة من الاسترس والتوتر، والاسترس بحد ذاته له تأثير سلبي على الجسم، بيخلي الجسم يفرز هرمون كورتيزول، وهذا بحد ذاته له وايد يعني نيجاتيف كونسيكونسز على الجسم او تأثيرات سلبية. احنا عندنا جروب واتساب لكبار المواطنين اللي هم من المراجعين الخارجيين، وعندنا الأخصائية الاجتماعية بشكل يومي تتواصل وياهم وتطرش لهم رسائل إيجابية وتطمنهم وتتأكد أنهم مش محتاجين أي شغلة. عندنا عدد كبير من المتطوعين اللي عطيناهم بعد أرقام كبار المواطنين اللي نوعا ما ممكن يكونون بروحهم محتاجين حد يوصل لهم أشياء معينة، احتياجاتهم أقصد. وفي طبعا قبل يومين كان في مبادرة مشتركة بين شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع اسمها نتواصل ونحمي، مفتوحة لكبار المواطنين والمقيمين أيضا، أي حد ممكن يسجل فيها لتوفير احتياجاتهم في هذه المرحلة. فهاي شغلة وايد مهمة. أنا البارحة كانوا يسألوني إن كيف ممكن نطمنهم. عبد الله تصدق إن كبار المواطنين أصلاً يمكن إحنا نكون متوترين في زمن الكورونا، وهم ما شاء الله عليهم هم اللي يطمنونا جداً إيجابيين.
وكلهم يقولون إن ما بينا رمضان وهذا المرض موجود. نعم البارحة يعني حتى كان عندي بث مباشر مع وزارة السعادة، فكنت أسألهم هل أنتم خايفين، هل تحاتون، هل يعني متوترين؟ فما شاء الله عليهم كلهم ذكروا شغلتين لاحظتهم، يعني شوف إيجابيتهم، طاقة ذكروا إيجابية ما شاء شغلتين الله عندهم. نعم ما شاء الله عليهم. يعني قالوا نزل المطر مرتين والمطر بيغسل هالكورونا، وبتطلع الشمس وبتحرقه، عرفت؟ نعم يعني فهما بكل بساطة إن صحيح هذا ما بيتم. وهم على فكرة هم يعني ما شاء الله هم عاشوا زمن وايد صعب، أصعب من هذا الزمن اللي إحنا الحين عايشينه، وتغلبوا على وايد تحديات. فهذا بالنسبة لهم موضوع مو يعني مو إنه هو مخوفهم، لكن في نفس الوقت في غيرهم من اللي يمكن ما عندهم السبورت أو الدعم الأسري الكافي. تلقى هذيل الناس للأسف على السوشيال ميديا يسمعون ويخافون ويتوترون. نعم فإحنا دائما نقول وجودهم في البيت حماية لهم، نحاول إن الأهل بعد يساعدونهم مش إنهم يخوفونهم بالزيادة ويحمونهم. نعم دكتورة سلوى، هناك بس مداخلة، بأن يعني ما شاء الله اللي يسمع كلامك ويسمع حماسك ويسمع هاي الإيجابية اللي عندك بخصوص فئة كبار المواطنين، في كثير من إيجابيتي ترى من عندهم، أستفدها منهم. نعم دكتورة، في هناك تساؤل إن كيف يعني إذا كانوا يعني أسرة عندهم الشخص يعني من فئة كبار المواطنين، كيف يستفيد من الخدمة في الفترة الحالية؟ هم يقولون يعني احنا مو بشرط ان نوصله للمركز، ولكن عن طريق التلفون، سواء يعني حد من الدكاترة يتواصل معاهم طبعا ويستفسرون يعني عن يتواصلون في الكول سنتر اللي هو 800 دي اتش اي، وهم بيوصلوهم بيه طبيب مسنين يخلونه يكلم هذا الشخص اذا كان مسجل، ونشوف شو اللي ناقصنا، سواء كان ادوية، سواء كان حتى معدات النظافة الشخصية توفرها هيئة الصحة تكرم، اللي هي الحفاضات، الامور يعني كل امور النظافه الشخصيه هاي توفر من ستور او من مخزن نعم هيئه الصحه. فعن طريق الاتصال ب 800 دي اتش اي، نعم وهم بيحولون على طبيب المسنين المختص. مستمعين، رقم التواصل اللي بيتواصل مع مركز سعادة كبار المواطنين على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800 342. نعم دكتورة، في ختام يعني حديثنا الشيق معك، لو هناك مثلا بعض النصائح تحبين أن توجهينها للأسر في الوقت الحالي، بأن يعني يحطون نصب عينهم الحقيقة يعني وجود كبار السن معاهم في البيت. والله يا عبد الله كبار السن بركة. شوف أنا أرجع أقول لك، أنا شو قلت لك في البداية، إحنا زعلانين إن إحنا ما يصير نشوفهم. فالشغلة اللي لو المسج اللي أبغى أوصلها للناس، إن في زمن الكورونا هذا صار في أمور وايد إيجابية تعلمناها، موضوع النظافة الشخصية، موضوع التعقيم، أتمنى إن هاي الشغلات تستمر. هاي نعم شغلة وايد مهمة بالنسبة لكبار المواطنين، حمايتهم من أي نوع من العدوى يستمر، مو نقول خلاص خلصت الكورونا وندخل كل الأهل وتسوي زحمة وقصة. يعني أتمنى هاي الأمور اللي تعلمناها الحين تستمر معانا، صحيح بس هذا بيكون more than enough يعني بالنسبة لكبار المواطنين. ممتاز. دكتورة سلوى السويدي، استشارية طب المسنين ومديرة مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي، حديثك وحديثك كان شيق جدا، شكرا لك، شكرا يا عبد الله، وشكرا شكرا. لخدماتكم المميزة لفئة كبار المواطنين أيضا المميزين بهيئة الصحة بدبي، كل أكيد، الشكر والتقدير شكرا لك. شكرا، مع السلامة. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أحب أني أذكركم الاستفادة من اللبان، لأن في يعني يزيد مناعة الجسم، ومثل ما ذكرت الدكتورة سلوى، الاهتمام بفئة كبار المواطنين من ناحية ضمان صحتهم وحمايتهم، وأيضا بخصوص موضوع دعمهم خلال الفترة هاي من الجانب أيضا النفسي. أيضا مستمعينا الكرام، أحب أني أذكركم الأخذ بالاعتبار بخصوص موضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأيضا شيء مهم وجودكم في البيت، خلكم في البيت، دائما نقول خلكم في البيت، وتذكروا دائما أن وجودكم أنتو في البيت هو سبب نجاح فرق العمل اللي تشتغل 24 ساعة لحمايتكم وصحتكم وسلامتكم. إلى ذلك الحين إن شاء الله بنوصل أو بنتواصل معاكم إن شاء الله غدا، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.